اتفضل يا كابتن كابتن. حازم، يمكن انا ما تطرقتش اليه، لا تطرق يا كابتن لأي حاجة. ودي مشكله مهمه بتقابلنا كمدربين، ويمكن انا لمستها في لما كنت خاصه متواجد في دوله الامارات، ان منطقه الخليج العربي بتشترط اشتراط حصولك على لايسنس ايه مظبوط، الاسيوي مش الافريقي، مظبوط، وده عائق كبير جدا بيمثل لكل صفه المدربين اللي هم في الصف الاول، اللي ممكن انت تكون يتراءى ليك ان هم يدربوا هناك في الخليج. بس مش هم هيعملوها قريب، ودي مشكله كبيره جدا. يمكن كان كنا اشتكينا، دي انا قابلت مشكله فيها، اشتكينا انا يعني مش اشتكيت للكابتن محمود، دكتور محمود سعد، واشتكيت لكابتن شطه، وقال لي ان الاتحاد الافريقي يعني بيبذل جهود في حل هذه المشكله، لان الاتحاد الاسيوي ما بيعترفش باللي احنا خدناه تماما خالص. وده بيمثل لان الاتحاد الاسيوي بيشترط حصولك عشان تمرن في دوري الخليج العربي محترفين تاخد الايه الاسيوي، مش المقصود الاسيوي اللي انت يا تاخدها من اوروبا، يا تاخد الايه من اوروبا، يا من عندهم، من عندهم. وده بيتمثل عائق كبير جدا عشان يعترفوا بيك، لدرجه ان بس ده في كل الدول الخليج دلوقتي، كان بس بلاد معينه يا كابتن، دول حد علمي دول خليج، بلاد معينه مش كل البلاد. عمان لو تفتكر كان كابتن اشرف قاسم قبله في عمان، شوف قد ايه في عمان. بس السعوديه لا، مثلا يا كابتن، لا 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 انا اقول لك ايه اللي بيحصل. ليه كابتن؟ كابتن مصري مسك الاتحاد شويه في عادل، عادل ما هو كابتن عادل مسك، ما بيكتبش يا كابتن، هو المدير ما بيبقاش هو المدير بيشوفه حد يكتب، بيبقى مكتوب اسمه في السكور شيت، انما هو اللي بيكاتشن، هو اللي ده الماتش يا كابتن بتاعك، ماتش الاهلي، ده الاهلي بنغازي. الاهلي انت كنت عايز، انت في الماتش ده برضه كنت انا مدير فني. كنت عاوز اقول لك، كنت عاوز اقول لك ان هم في دوله الامارات كان الاتحاد الاسيوي عاطيني فرصه سنتين، بيطلع لي رخصه مؤقته، وبيشترط ان انا في خلال السنتين دول اخد دراسات تؤهلني اخد من هناك الاسيوي، تمام. ودي يمكن انا بعتبرها عائق كبير جدا امام كل مدرب مصري ان هو هيشتغل في دوله في الخليج العربي، لان الاتحاد الاسيوي لا يتهاون في الشروط. طب روحت يا كابتن عملت شويه حاجات هناك، يعني اشتغلت في الـ في الـ في الشهاده في الرخصه؟ ما هو للاسف ان انا ما كانش عندي وقت ان انا متروح. لان من المعسكر طلعنا المانيا ثم دخلت على الدوري، والدوري هناك بمواعيد ثابته بشكل كبير جدا، عشان تخش تعمل تخش في الدوره، وكان مقرر ليا باتفاق مع الامانه مع مجلس اداره نادي الشعب ان انا هخش اول دوره تتعمل هيعملها الدور الاتحاد الاماراتي، هروح انا هسجل فيها اسمي وهعمل الدور. لكن للاسف انا طبعا ما استمرتش، وطبعا ما كانش لي حظ. لكن انا بوريك احد العوائق الكبرى. انا قابلت مشكله ده كان غير قطع كلامك، قابلتها لان كنت بلعب في بطوله اسيا، ولما قدمت اللايسنس بتاعتي اللي انا واخد لايسنس ايه من الاتحاد الافريقي، واخد ايه هنا، ما فعلا زي ما الكابتن طارق بيقول اترفضت الاول، وبعد كده اتعمل لي معادله، اتعمل لي معادله ولعبت، لان اول مباراه في بطوله اسيا عشان تقعد على البنش وتبقى انت الكوتش لازم يكون معاك رخصه ايه من الاتحاد الاسيوي زي ما الكابتن طارق قال، او من الاتحاد الاوروبي. بس الحمد لله ان احنا اتعمل لنا المعادله دي، اتعمل لي المعادله دي، وراحت الشهاده للاتحاد الاسيوي، ووافقوا، اتعملت لجنه المدربين فوافقوا على ان هي يتم معادلتها، وان انا وطلع لي بقى الاي دي بتاعك على اساس ان انت تقعد على. طب الموضوع سيبك من الشهادات وكل حاجه، احنا كمدربين مصريين، مدربين مصريين، هل ينقصنا كثير عشان نبقى مدربين لا في الخليج؟ يعني لا فنيا انا كفنيا دلوقتي الكوره برضو بقت مش زي زمان، يعني عايزه برضو دراسه طبعا، وعايزه درايه، وعايزه خطط كتير. بص كابتن حازم، مفيش مدرب الا ما بيجتهد عشان يطور من نفسه، سواء بالاطلاع او بالدراسه او حتى بالتجارب سواء محليه او ان هو ياخد تجارب عربيه بشكل كبير جدا. يعني مفيش مدرب هتتاح له الفرصه ان هو يطور من عقليته. ومش في مدربين يا كابتن بيستسهلوا، يعني بينزل حاجات معينه هو مثلا ماشيه معاه فخلاص. لا انا بدور، انا بقول لك على المدرب اللي عاوز ينجح، واللي عاوز يعمل ليه اسم في منطقه، يعني انت زي ما احنا كده مش متواجدين في منطقه الخليج العربي، اكيد طبعا لازم يطور يتماشى مع التطور، لان هناك للامانه هم تطور، يعني لدرجه ان هم بيشترطوا ان يبقى المدير الفني حاصل على الرخصه الاسيوي، تمام. ودي مشكله احنا بنقابلها. طب ايه العائق او المانع
اللي اعترافه بالرخصه ايه الافريقي. ايه المشكله؟ ايه المشكله هنا؟ المشكله هو التنسيق بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي. يقال ان